افرح يا ابو عندك يا ابو محمد عندك ما نبجر صوت قدامك مره ما هو معذب اليوم يا ولد عطني ابو مسعود احنا ضيوفنا عندك يا ولد سعد لنا تو من الليله عندنا الله يطول عمرك راح يا ابو مسعود سعد الليله نعطيكم بعض علوم ما تدرون عنها بعدين سعد ما درى اني ما دريت اني غيرت انشاط للحين سمعت عملي الجديد اوه لا تحطها في ذمتي انت سمعت ولا لا والله انا اسف والله انا شغلها لكم فيديو يمكن قاصدها هو يشوف انكم يقول ايه علشان قلت لك شغلها في الجيم ما اسويها ترى قبل يعرفوا لا والله ما قصد على زين اسلم يا ابو عندك ابو زيد يطول عمرك يقول يا ويلي فيك اللما جابك الطاري بك أتذكر صافي الحب منك والحنان أنت حيت النجد وأنا بعد منك أنت طالت الطرقه وانا طارش ينقضى يا شان سلامتكم الله يصح ابدانكم جميع طول اعماركم نواف الشهراني ابو سعد هذا الله يسهلا والله يحييكم جميع انا وصيها الطيبه اما شيء ما ذا الحين ما معكم شيء ذا الحين شوي خلونا نرتاح انا توي رديت اسمي قبل شوي انتم اعطونا رغبه نسمع منكم يا ضيوف ذا الحين معقبها بشرب السعد الضيوف يبونكم تجرون ما عليه الربع ما يحتاج هم هل المحافل وهل العلم الطيب وهل ما يبغى لهم جرة ولا شيء الله يطول عمرك طاهر بعوي نورا يا هلا ومرحبا الله يسلمك الضيوف اللي جونا الله يجزيك والله ما اعرف ايش اسمعكم لكن بنجيب شيء كذا خفيف كل ما منك مقبول تبارك الله يشبه طاري الذكرى كبير خانه التعبير يسولف عن بلاد عقب معده استحلوها قسم بالله ما فرحني شعور انك هناك بخير مثل فرحة صغير انحى جيت منها استحلوها اذا وقف بعيد وشاف بنته من بعيد تسير ضحك لا شافها تضحك لا هل اللي تبنوها سلمتوا يا الربع مني حمد سمح انت ابوها وسمح فكنا من الرسميه ترى والله ما ندانيها نجامل كلنا اليوم اعطناكم وقت شوي